مرة ربنا يسوع حكى لنا حكاية جميلة، قال لنا كان في واحد عنده شجرة تين مغروسة في الجنينة بتاعته، والشجرة دي المفروض تطلع تين، والتين ده طعمه حلو. فيجي كده في الميعاد اللي بيبقى فيه التين ويدور على التين، يلاقي الشجرة فيها ورق أخضر بس مفيش ولا تينة. فيقول للي بيشتغل عنده في الجنينة: أنا كل سنة باجي بقول لك فين التين، تقول لي الشجرة ما جابتش تين. مش الشجرة دي بتاع التين؟ قال له: أيوة بتاع التين، والورق اللي فيها ورق تين. قال له: طب أنا يعني هاكل الورق؟ أنا عاوز أكل التينة نفسها الحلوة. ودي تالت سنة أنا بقول لك فين التين، تقول لي ما جابتش تين. ما تيلا نقطعها وخلاص، ونعمل مكانها شجرة حلوة تطلع لنا تين حلو. فالراجل الجنين اللي بيشتغل عنده قال له: طب استنى اقول لك حاجة، اديني سنة تاني اخر مرة بس، وانا بقى هوعدك اقعد احط حاجات في الارض عشان تخلي الشجرة تطلع تين، وهزرعها حلو قوي، واحط لها مية كتير، واقلب الارض من حواليها، والسنة الجاية لو جيت لقيت ثمر هتفرح بيها، ولو ما لقيتش فيها الثمر اللي هو التين خلاص عاوز تقطعها اقطعها. عارفين ربنا يسوع كان بيقصد ايه بالحكاية دي؟ احنا كلنا زي الشجر المغروسين في الجنينة بتاعت ربنا. ساعات يبقى شكلنا حلو زي الشجرة اللي فيها ورق اخضر، لكن ربنا مش عاوز الورق الاخضر، ربنا عاوز التين اللي طعمه حلو. يعني عاوز الواحد فينا محبة في قلبه كبيرة، عاوزه فرحان على طول، عاوزه باله طويل ما يزعلش ابدا، عاوزه يخدم كل الناس، عاوزه ما يغلطش ابدا. ده بقى اللي اسمه التين عند ربنا. فبيجي كل سنة يقول في تين ولا مفيش، يجي الملاك اللي بيحرسنا يقول له: يا رب لسه مفيش تين. يقول له: طب وبعدين؟ ده احنا بقالنا كذا سنة. فيجوا بقى الملائكة يقول له: طب يا رب نصلي له، وإيه يمكن السنة دي يسمع الكلام أكتر من كل سنة. ومش بس الملاك، أبونا كمان يقول لك إيه: لازم تبطل تكذب، وتبطل تحلف، تبطل تشتم، تحب كل الناس عشان يبقى عندك تين يفرح ربنا. وربنا يسوع من سنة لسنة يقعد يبص علينا يقول في تين ولا مفيش تين. الخوف بقى لو الواحد قعد يضيع كل السنين وهو ما بيتغيرش ابدا، بس منظره حلو، انما في الحقيقة ما فيش عنده تين. لو ما كانش عنده تين يبقى في الاخر الشجرة هتتقطع، ومش هنبقى مع ربنا في السماء. عشان كده الواحد كل سنة يسأل نفسه: انا عملت التين الحلو اللي ربنا مستنيه ولا لأ؟ وبعدين ما زعلش لما ابونا يقول لي لازم تعمل كده، ما هو زي الجنايني اللي بيوضب الأرض عشان تطلع تين. وما زعلش لما الأستاذ في مدارس الأحد يقول لي لازم تقرأ الإنجيل كتير، ما هو برضو زي الجنايني اللي بيخليني أشتغل كويس عشان التين يطلع. ربنا يدينا كلنا تبقى الشجرة بتاعتنا بتطلع تين وتفرح ربنا.